لحظة لحظة كلامي اليوم مش ناعم صراحة كلامي اليوم عن سوسة البلا اللي هي مطلقة ومش عيب الطلاق الله يفتح عليك ويبدي الخير ولكن في سوسة بلا تكون بين بؤرة نساء تاخذ هذه على الديسكو تاخذ هذه على المطعم الفلاني يلا خلينا نشيش ونحشش وما أدراك طيب وهذه متزوجة وعندها أطفال وعندها زوج قاعد بالخليج قاعد بالسعودية قاعد هون قاعد هناك يترزق وما لا تدري أن هذه اللي معاها الناصح الأمين هو شيطان رجيم سوسة بلا تقربها لعلاقات محرمة توقعها أو توقعها في الزنا أو توقعها والعياذ بالله في علاقات تسبب أولا ألو بدها تتطلق هو قاعد بشغال تعبان هل كان ويخدمهم لا بدها تتطلق ليش لأنها سوسة البلا عرفتها على حدا هذا على فكرة لا تفكروا أن أنا أبالغ ولا أنا هنا حابب أتكلم بنعومة أو أتكلم هنا أداري هذا هو الواقع السافل المرير من بعض 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 ولكن أثروا على الكثير شوفوا الفرق كيف كيف تحط تفاحة فاسدة بلاش نقول كلمة هذيك بس تفاحة فاسدة مع تفاح صالح بخرب كله البعض من الفاسدات من شياطين الإنس اللي قاعدين يأخذوا نساء محترمات طيبات طائعات قانتات يأخذوهم تعالي شوية خلينا نفرح تعالي نشم الهوى آكل هوى مش أكل الهوى مش شم الهوى تعالي منا إن اليوم فرجيكي الشلة تبعتي قسم بالله يا أحباب الله قضايا كثيرة أجتنا والدمار والعار والهلاك والآلام والحرمان والخزي وعدم تصليح ما يحصل هو بسبب سوسة البلا أنت اللهم اللهم لا تكوني منهم بس موجودين فلذلك أنا مش قاعد أتكلم عن المريخ لا أنا قاعد أتكلم عن تورانتو قضايا كثيرة مفسدة لل سكينة مفسدة للحياة الزوجية غيرة شيطانية مو مستحملين يشوفوا ناس بحياة طيبة وحياة زوجية طيبة وأولاد مو يا بنتي الحلال إذا أنت مطلقة ترى مية ألف واحد إذا كان خبيث أو إذا كان طيب بتمناكي إذا كنت طيبة في مئة ألف يتمنوكي وإذا كنت خبيثة الخبيثون للخبيثات فلذلك هذه الحالة احذروا يا جماعة الخير يلي انت بتشتغلوا بالخليج الخليج احذروا ترى سوسة البلا اللي بتتركها مع زوجتك ما يسمى برفيعة صاحبة صديقة رفيجة اللي تسموه هي من شياطين الانس وهم ايضا ممن يمثلون الشيطان الذي لا يأخذك من الدار الى النار هي خطوات, خطوات الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبع خطوات الشيطان احذروا حذر شديد من الصاحب الساحب السام الخارق الحارق أكثر من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم